السلام عليكم، هلي فيكم فلوق جديد. الفلوق اللي قبل التشليح هو في نفس اليوم اللي الحين اصور فيه، في نفس اليوم يعني راح نتشليح قبل شوي، الحين صار الليل فببدا فلوق ثاني، لانه بيكون ما يعني تخيل تشليح واحنا نجوم، احس انه ذا شيء موضوع في فرق كبير يعني. اكيد اكيد ما خلنا نوصل، فالحين رايحين بنصور نجوم في الهايلايت. الحين بتروحون تشوفون هناك، طبعا بالجوال ما راح يطلع شيء، بنستعين بالكاميرا ان شاء الله تجيب تصوير على اليسار. من البنزين ولا تبغون ندف السيارة؟ اوكي بنروح نبي بنزين. ف بتشوفون الحين النجوم، طبعا انا انت رحت كذا مره مكان لحق النجوم تشوف الهايلايت، ترى الفيو خيالي يكون هناك بالذات الليل قدامك. الليل خلاص في الليل ما بتشوف شيء، بس النجوم اذا كانت صافيه المويه تقدر تعكس، بس النجوم يعني تشوفونهم انا تنكسر قوتي وانا قاعد اطلع فوق. اذكر بدر تقريبا قمت المر رقبتي اذا ما طالع فوق، يبي ينسدح الكبوت وطالع فوق. حلو وركب ايش عند الرومانسي على الكبوت. طبعا ما بين شيء الحين، ما تقدرون تشوفون حتى النجوم، بس بعد الكاميرا الحين وابدا وين خوي؟ هنا عميد. كيف؟ يلا خلاص 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 تلجت. شوف الدخان يطلع من الهدوم. يلا خلاص خلصنا والله تلجت. حس خوي جوالك تبيه؟ ايدي رصقت فيه خلاص ما راح تنشال. والله برد يديني بتشققون. ايه شرح 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 مين فكرك هاي؟ ها؟ اركب اركب ايدي خلاص. انا والله العظيم انا واحد يقول الحمد لله الحمد لله على الهيتر والنعم اللي احنا فيها. الكاميرا احس ما ادري كيف تشتغل الحين. رجال انا ماني عارف كيف شغال، خلي الكاميرا. كم هذا الاهم من الخوش تشوف؟ اي والله كلنا على همي صار. رجال ورانا في واحد يا رجال اسمع اصوات انا من الاول. قسم بالله خرشه. يا خوي هلا عصبي احسه متقال ما يسكر. حط على الهيتر حط على الهيتر. اليوم والله طلع كانت جميله. واستأنسنا رحنا تشليح خربنا لك شويه. هذا الفلوق يعتبر اللي قبل، بس الفلوق اللي قبل فلوق اليوم والله ما نفس الشيء يعني. اي مسكت اخر الليل طالعين الهايلايت، اعلى مكان في بوزمن وابرد مكان الان على سد، وبس التصوير بصراحه طلع جميل، واحلى شيء سيارتي اللي طلعت زكروشه. فرصه سعيده ونشوفكم في الفلوق الجديد. السلام عليكم.